السلام عليكم مشاهدي الكرام الزول فلون نتمنى تكونوا كامل بخير وبصحه جيده اعتذر علي الغياب أه نقول لكم انه كانت اجواء فرحه كان عرس بنت عمتي ربي هنها بزين لكل اللي كل وحده هذا العام والعقوبة قبله مازال اليوم باذن الله بالخضره الموسميه يعني نحضر طبق لذيذ وخفيف ورائع بدون لحوم بدون بيض اكيد الوصفه راح تعجبكم هنا في الاول عندي حبات فلفل ترشي في الفلتر نقطعهم هكذا ديبو صغار مكعبات صغار عندي ايضا حبات طماطم حبه بصل وعندي ايضا الثوم هذو كامل رايحين نقطعهم هكذا صغار وزيد معاهم هذيك هذيك الثوم نرحيها كما لاحظتوا راني كملت يعني خليت غير فلفله واحده مع حبه طماطم هنا في طنجره ديرو شويه زيت من الاحسن تكون زيت الزيتون يعني الاختيار يعود لكنا نحطوا كامل آه هذا الخضر مره واحده اي الطماطم و الفلفل الترشي او الحلو مع الثوم وزيد معها بصله كبيره قطعتها كما لاحظتوا هي فوق النار نديلها لها آه شويه ملح يعني ما بزاف مع فلفل كحل بزاف عفوا آه فلفل كحل فقط يعني ما تكثروش انا اختياري الا حبيتو تزيدوا توابل اخرى ضيفوهم ولكن نفضل هذا هذا الباقه تاع الزعتره هذه راح تمد البنه لهذا الشكشكا تاعنا يعني بدون ما آه ندير لها لا بيض لا دجاج لا لحم مرحي ها هي بعد ما طابت خلاص يعني لازم تشرب كامل الماء تاعها انا نحضروا آه العجينه هنا راحين تتسائلوا على هذا الطبق ولكن تبعوا للاخير هكذا تكتشفوا تشتف... معنا هذا الوصفه هذا هو الكاس الاول والكاس الثاني يعني زوج كيسان نكونوا غبرناهم مسبقا مع اه اثنين ملاعق صغار خميره خميره فوريه مع زوج ملاعق صغار يعني سكر حبيبات مع ملعقه صغيره من الخميره خميرة الحلويات أو البيكن بودر هنا السر هذا العجينة هو أنه نعطروها بالتوابل أو رأس الحانوت يعني مش بين توابل يعني بزاف نزيد نصف كوب زيت المائدة هنا نبدأو نلمو بالماء هذا الماء طبعا يكون دافئ نضيفه بالتدريج هكذا الفرينة تاعنا ما تحببش هنا كملت الكاس الاول نزيد الكاس الثاني قوام العجينة راح نتحصل عليه هو قوام السائل هي سهلة جدا ها هي النتيجة في الاخير نضيف قليلا فقط من الملح لانه الحشوة كما لاحظتوا درنا فيه الملح ايضا هنا خذي اي مول عندك دهني بالزبدة او المارغرين احسن بعد ذلك فرغي عليه نصف كميه تاع العجينه نكمله بعد ذلك الحشو يعني حطيه على الطبقه الاولى وفي الاخير زيدي كمليه غطي عليه بباقي العجينه كما قلت لكم قسموه على زوج ها هي النتيجه بعد ما غطيت كامل هذاك الحشو نكمل عليه مبشور يعني جملة المبشور هكذا يعطي البنة لهذا الطبق وفي الاخير نزيد له حبيبات تاع الزيتون هكذا للتزيين فقط تكونوا سخنتوا الفرن على درجه حراره 190 ل 200 درجه ها هو هنا في الفرن بدا ياخذ لي اللون الاحمر من الفوق ها هي النتيجه وفي الاخير ندهنه بزيت الزيتون او بالزبدة اي حاجة تفضلوها صدقوني طبق رائع يستحق التجربة يمكن تحضري الحشو مسبقا وتخبيه في الثلاجة وتحضري له فقط العجينة ويكون سهل عليك يعني يوجد في دقائق ها هي النتيجة لاحظوا خفيف جدا ورائع لاحظوا اللون تحصلنا عليه من الفوق هذا بفعل الجبن المبشور يعني ماخذت ليش وقت كبير كي تشوفوها حمار كما تماما عفوا من التحت ومن من الاطراف شعرها تزيد شويه غير من الفوق تاخذ هذا اللون الرائع طبق لذيذ جدا ورائع يعني آه نوع من الاطباق العاديه تاع كل يوم اكيد الاطفال رايحين يحبوه تقدروا تضيفوا للحشو يعني اي حاجه تحبوها لحوم يعني آه هذا يقعد اختياري ولكن حتى هكذا لذيذ ايضا لكم الى اللقاء اترككم في رعايه الله وحفظه